شكرا لدورال على دشور الطلبة. رجاء أيها الأهالي الكرام الجلوس في المقاعد حتى يتسنى لنا تخريج باقي الطلبة. والآن مع خريجي كلية الفنون الجميلة والدكتور حسن العراق عميد الكلية لقراءة أسماء الخريجين فليتفضل. نبارك للخريجين على بدويهم على تخرجهم. قسم الفنون التشكيلية تخصص التصوير والرسم، روان عثمان محمود، هنادي سلمى عبد الحفيظ معلا، نيام صدقي محمد عيس. قسم التصميم الداخلي أسامة حسام محمد بلالم، اسلام راضي محمد مصطفى، لا صورته امير علي كامل عيسى، بدور خالد حمد الله ابو حجري، عبد الكريم انور فتحي منى، يسار وليد حسن حمودي. اسم العلوم الموسيقي تمام اسعد توفيق سراج. اسم التصميم نصور البنات لانه بدهن يشوفنا اليوم. اخذتها عند يوسف عبد الحق يا دكتور محمد عمر محمد شحور، محمد محمود حلمي نجم، ياسمين نظمي رامز عاصي. الف مبروك للجميع. ثانك يو. مين معاه؟ انا مع خريجي كلية الزراعة والدكتور ممكن يشتكي لقراءة أسماء الطلبة الخريجين فليتفضل. بدي ألاقيهم سامح حسن صالح، خليني أخذها لك صح. عمر يعقوب، محمود ماهر عودي، ميس مالك شرعة، ميساء صبحي حمدان، تحياتنا. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ مبروك مبروك. صورت أبوك وهو معه خبر، صورت من فوق أبو مشهور. هذا هو الدكتور عصام صوالها عميد كلية الصيدلة. صورتك وانت تحت ان شاء الله. صحتك وعافيتك وتظلك تيجي كل سنة. الله يبارك فيك. والله بنتحمل ثاني يجي وكل يوم. والله بتمنى والله ابو سليم شو نسوي كل يوم ناس محمد الجزدين شو نسوي ومهند السابق. مرحبا سلامات، كيف صحتك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كل يوم باكل بنعرف نزورك هذا ابو مشهور داجي عندك. والله بقول له يجيب ابو سليم تركي العودي. كم سليم هو بده يقطع خشب ما هو بيجي في السياره. قلنا له هذول بالشبر كذا. لا حول ولا قوه الا بالله. شو اخبار عبد الله وسلم عليكم؟ صار لي سنتين ما رحتش على الاردن. عيالك ان شاء الله هنا. الحمد لله الحمد لله. عيالك معك لوحده بس؟ عيالك معك والله. اجت راحت؟ لا بس وحده. اه بس اه مش خطبنا للاولاد؟ خطبنا جديد مبروش. منين؟ مسالم. طيب ايه الله يجعل ان شاء الله ان شاء الله بتتهنى فيهم. الله يحفظك ويبارك فيك. من فوق من شوك شافك الدكتور مصطفى كل ضيق ابوه مشهور. صوره صورتك. الله يكويك. شايف ما شاء الله الدنيا. شوف الدنيا احمد محي الدين ان شاء الله يلاكم شغل فلسطين ابناك اسامه محمد عبد الرحمن المبارك ابو مشهور. الله يجعله مبارك. ثائر عمر احمد دكتور مصطفى الحج علي ذنبه مطلق نادر محمد الشيخ. كيف حالك؟ كيف انت؟ ان شاء الله والله زي الولاد. كان في الدنيا خير والله يا عم ابو مشهور. شو مسوي؟ يا ميت اهلا وسهلا. الله يجعل مبارك العميد ان شاء الله. ان شاء الله عقبال اولاد الشباب. يا ميت اهلا وسهلا. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يجعله مبارك يا ابو سلام. ما سلطنا عليك سلطنا عليك وانت ما بحب تطلعش لفوق.
لما يسمي اسم حواري نسلط عليه الله يحفظك. ولا هذه على النت، هذه بتطلع، هذه العالم كله بيتفرج عليها الليل ان شاء الله. مهند شافنا في امريكا، مهند محمد شافوا كلها يا اخي بزينك عندهم ولا وين مكان كل العالم. خالد خالد قال لي شفت ابويا في الجامعه. خالد طيب صور لي خليهم يشوفوني في امريكا. بشوفوكم ان شاء الله الشيء الليله الليله زي البث المباشر. مرحبا مرحبا شباب، الحمد لله حوالك طيب ان شاء الله. خليك بارك له عني يا دكتور، بارك له عني. بقول الله يبارك فيك. الله يسعدك يا رب. الله يخليك والجميع. الله يجعله مبارك. مش عارف من حاجوبي مين بل عارفه. لا عارف من جماعة أبو مشهور. حميد عبد الرحيم ابن البلبل. البلبل مش قلت لك البلبل؟ قلت لك. لا مرة بتذكره إجا عندنا على المحل، كان بروح من فنزويلا. أنا كنت بروح وأبوي بتذكره. تمام لهالينا والله. الله يسلمك. شايف بديني كيف ركض. تمام زي البر. مرني وشي امانه. عندنا سلام. الله يسلمك. واين البلبل؟ واين البلبل يغرد؟ هيو تحت هذاك. وينه هيو تحت؟ ارجو من الاخوه الجلوس مع خريجي كلية التربية الرياضية والدكتور وليد خنفر عميد الكلية لقراءة أسماء الخريجين فليتفضل.